خدها سبعة الديفندر البكرايت طويل خدها ليبرو نادي المقاولين مصطفى طلع مره واحده برافو هايل كويس كان اوصل الملعب نادي المقاولين لعب مصطفى طلع مره واحده برافو هايل كويس كان اوصل الملعب نادي المقاولين لعب فيرو نادي المقاولين يلا 17 نادي النصر احمد فهيم بص ملعب يلا 17 نادي النصر احمد فهيم بص ملعب متوقف كره تلعب في الملعب ايه ماشي يلا ملعبهم راحت الباك ليفت ضغط احمد نادي النصر ضغط نادي كرة تلعب في الملعب ايه ماشي يلا الدوليين وسط ملعبهم راحت الباك ليفت ضغط احمد نادي النصر ضغط نادي اشرف بدأ نادي المقاولين الملعب الباك ليفت برافو يا احمد يا مصطفى هايل قفلها كويس رجع التاني مساك نادي المقاولين لعبه وسط ارجيبيا
بساب فوق. ايوه هايله بساب، رجعها تاني لليبرو اللي راح وسط الملعب، وسط الملعب. يلا 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 يا احمد، يلا يا احمد، يلا يا احمد بره اوت. يلا 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 يا احمد، يلا يا احمد، يلا يا احمد بره اوت. هاي امشي بيه على مهلك واعمل طويله البسامه عملت ايه. برافو هاي، يلا محمود برافو. ايوه كلمني بعد 10 فرقه كويسه قوي لعيبه نادي النصر دي. يلا كريم جول اهي. يا خبر ابيض، يا خبر ابيض. فرقة كويسة أوي لعيبة نادي النصر دي. يلا كريم جول أهي. يا خبر أبيض، يا خبر أبيض. أنت حسني؟ لف شوية يا جماعة. أيوة أنت حسني؟ لف شوية يا جماعة. عبد الله في الواد هناك. يا عبد الله اسرع شويه يا عبد الله. النتيجه 1-0 لنادي النصر وفاضل 4 دقايق وقت ضايع فكده كانت هتتاخد. يعني دي كانت لو اتاخدت منه كانت اتضرب بالنار. يلا يا احمد، يلا يا احمد، يلا يا احمد.